وشكون هنا؟ شنو بغينا لامون ريفا؟ وشنو بغينا؟ وشنو بغينا؟ وارحل يعني ارحل، ويرحل يعني ارحل، وديكس يعني ديكس، وديكس يعني ارحل، وقولوا لي وعودوا لي. لا سلام الاستسلام، معركة نضع عليها إلى الأمام. لا سلام، لا سلام الاستسلام، المعركة نضع عليها إلى الأمام. إحنا اليوم جينا في وقفة تحت عنوان الأربعاء الأسود اللي كندارج ضمن أسبوع الغضب اللي أعلنت عليه اللجنة الوطنية الأحد الماضي، واللي كيتضمن بزاف ديال الوقفات وديال المسيرات في جميع المدن بالمغرب. الوغ يفو سافواغ كو هاد النضال ديالنا ليس وليد اليوم. النضال ديالنا بدا عامين، هادي نهار تم الانزال العمودي ديال قرار تقليل سنوات الدراسه من 7 إلى 6 سنوات، ومن ديك الساعه حنا كنحاولوا نوصلوا لحل سلمي بلا ما نتجهوا للاضراب المفتوح، ولكن بدون جدوى. انا ايساي دو تيغي بليزيوغ سوني دالارم، ولكن بدون جدوى. داكشي علاش تم الاعلان على المقاطعه المفتوحه في 14 دجنبر 2023، واللي مازال مستمره الى يومنا هذا، الى جوغي 7 موا بلا ما نلقاو الحل. وفي ظل هذا النضال ديالنا تفاجأنا باننا انتقلنا من النضال على المطالب لنضال المكتسبات، المكتسبات اللي كانت عندنا واللي بنوها الاجيال السابقه في النضال ومشات لنا دابا، منها الطرد ديال الممثلين، منها توقيفات، منها حل مجالس ومكاتب طلبه بالمغرب. وسط من النضال ديالنا كنتفاجئوا باننا بدل ما يتلقى الحل السلمي والعقلاني، كانوا مجالس اديبيه اللي تعطاو 66 طالب بجميع الكليات بالمغرب، والعقوبات ديالهم انتقلت من انذار الى توقيف لمده شهر لطالب السنه السابعه، توقيف لمده سنتين للطلاب بطنجه وبالرباط، الى الطرد النهائي لطالب بكليه الطب والصيدله بابن ملال. وحنا الا كنا هنايا اليوم راه حيت كنطالبوا بفتح الحوار واننا يلقاو معنا حل سلمي وعقلاني باش نقضوا السنه الدراسيه اللي قربت تسالي وحنا مازال ما درنا فيها حتى حاجه. و يفو سافواغ كو حنايا البلاصه ديالنا ماشي في الشوارع كنديروا المسيرات، ولا في الشوارع كنديروا الوقفات، البلاصه ديالنا في المدرجات ديالنا وفي السبيطارات ديالنا، اون تران دو سو فورمي باش نكونوا ان فيتور ميدسان فيتور فارماسيان، يعني اننا نقدموا العنايه الصحيه اللي كيستاهلها المواطن المغربي. وتحيه نضاليه عاليه لجميع الطلبه اللي قدروا يبقوا متمسكين بالنضال ديالهم لمده 7 أشهر، لمده 200 يوم من التوقيفات، من الطرد، من التهديد، وبقوا متمسكين رغم الاصفار. والرساله ديالنا هي اننا لا رجوع لنا بدون رجوع ممثلينا، لا رجوع لنا بدون رجوع الموقفين. وشكرا. كما كتشوفوا حنايا اليوم هنايا منظمين هذه المسيره الاحتجاجيه اللي مشاركين فيها طلبه الطب والصيدله بمراكش وطلبه الطب مدينه بني ملال. يعني هذه المسيره هذه جات مورا ما لاحظنا ان الوزارتين الوصيتين عزوا على انهم ياخذوا الملف المطلبي ديالنا بواحد الجديه. يعني الطريقه كيفاش تيتعاملوا مع الملف المطلبي ديالنا يعني تقدر تؤدي لواحد السنه بيضاء اللي حنا ما باغيينهاش. يعني السؤال اللي كيطرحوه الطلبه اليوم بخصوص هذه القضيه هذه، واش السنه البيضاء مشروع اللي حكومي او لا اللي فشل وزاري؟ فإلا كانت السنه البيضاء مشروع حكومي فيكفي انهم يعلمونا ونمشي وناخذوا الصيف ديالنا نفوجوا براحتنا، اما الا كان فشل وزاري فحنا كنطالبوا على انه الناس اللي ما قادينش انهم يؤدوا هذه المهمه هذه يحطوا الاستقاله ديالهم ويخلوا الناس لاكفاء، وقادين انهم ياخذوا الملف المطلوب ديالنا بواحد الجديه، وقادين انهم يحلوا الازمه انهم يتكلفوا.